مفهوم الأمن العربي لم يتضح بعد لوجود أو لغيبة الاتفاق العربي. مش عاوز أقول كلمة الوحدة العربية لأن دي هدف يعني بعيد جدا. الاتفاق العربي أنا بقول الأمن القومي المصري واضح، منع العدوان على مصر من أي اتجاه ومن أي دولة كانت، منع العدوان. وأما نحط كلمة المنع معناها إنه نمنع حتى التفكير في إنه يبدأ، وإذا حدث هذا العدوان سندمره بكل قوة. لو حطينا هذا المفهوم لكل إنسان مصري يفهمه كيف نمنع العدوان. إذن عشان نمنع العدوان ونحققه لازم يبقى عندي توازن مع أقوى جيراني عسكريا، لازم يبقى عندي قوة ردع والزراع طويل علشان الطرف الآخر الذي يفكر في العدوان على مصر يبقى في حساباته، لا ده أنا لو اعتديت ده أنا هتأذي، ده أنا حساباتي هتبقى حسابات خاسرة. لا نقاش، كلنا نعلم أن الخسائر البشرية لإسرائيل تفقدها التوازن.